تعملي ايه يا دكتور؟ باكل بطيخ فبريك وجعانه وفاكهتي المفضله على فكره. ايه بقى تقولي لي دايت ومش دايت؟ ما ينفعش بطيخ في الدايت صح؟ ماله البطيخ؟ ها قولوا لي يعني انتوا سيبوا البطيخ في حاله بقى ماشي. اتكلمنا عن لبن، النهارده بقى بطيخ. البطيخ اللي ما ينفعش لمريض السكر، البطيخ ما ينفعش في الدايت، البطيخ بيرفع سكر الدم. تعالوا بالعلم بنتمطب زي ما انتم متعودين نتعلم تغذيه ونشوف ايه حكايه البطيخ. البطيخ يا عزيزي ويا عزيزتي لما نيجي المؤشر السكري بتاعه، احنا قلنا طبعا لو هو اقل من 55 بيرفع السكر بشكل متوسط بشكل بطيء، ولو هو اعلى من 70 هو هيرفع سكر جامد. احب اقول لك ان البطيخ عدى 70. اه والله البطيخ عدى 70. شير وتعالى بقى خد بقى المعلومه عشان يبقى عندك المعلومه كامله عشان كلنا نتعلم تغذيه. عدى 70. اه يس عدى 70، ولكن بقى استناني، في حاجه اسمها حمل جلايسيمي يا فندم. ايه الحمل الجلايسيمي؟ بيقول لك ده كميه النشويات قد ايه في الاكله دي. البطيخ ده فيه كميه نشويات قد ايه؟ تخيل 4 حمل جلايسيمي، يعني تحت العشرة. كنا احنا قلنا لو تحت العشرة اذا كمية النشويات اللي فيه منخفضة، فهو 4 فهو حمل جلايسيمي قليل. فاذا ما عنديش مشكلة مع البطيخ. ده مش بس كده، تعال اقول لك بقى دلوقتي البطيخ ال 30 جرام يعملوا قد ايه، او ال 100 جرام يعملوا قد ايه، ولو انا عايز اخد 100 سعر يعملوا قد ايه. الكمية دي تخيلوا عاملين كام سعر؟ الناس بتوع السعرات واللي بيقولوا فيه سعرات، الكمية دي عاملة 300 جرام، يعني 100 سعر. تخيلوا ال 100 جرام البطيخ فيهم بس 30 سعر، يعني دول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني كلهم بيستو يا جماعة، كلهم بيستو. ده غير الفوائد العظيمة في البطيخ ونسبة المية اللي فيه، مع كل قطمة بتاخدها انت بتاخد 94% مية. في فيتامين ايه مهم قوي للعين، مهم جدا كمضاد اكسدة. في اللوكوبين، اللوكوبين ده يا جماعة مضاد اكسدة قوي جدا. وفي فيتامين سي وفي بوتاسيوم وفي مغنيسيوم، في فوائد كتيرة قوي. دخل البطيخ من ضمن الحصص بتاعتك، ولو انت مريض سكر دخله مع بروتين زي زبادي او جبنة هيبقى حلو جدا، وخده سناك عادي حتى من غير بروتين طالما من ضمن الحصص بتاعتك.